السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. ان شاء الله تكونوا مزيانين بأحوال طيبة. اليوم ان شاء الله فيديو منوع، غنشارك معكم واحد الخبيزات اللي ساهلين ماهلين وكيجيو رطبين ولذادين. غنصوب بهم ساندويتشات ساهلين للصيف. ايضا غنشارك معكم الماكينة الخياطة ديالي، ويعني هذا بالنسبة للناس اللي باع عندهم الهواية الخياطة او باغيين يشريو الماكينة. كيوصلوني بزاف ديال الاسئلة، غنحاول نجاوب عليهم. وايضا غنشارك معكم واحد الحاجة ممكن تصاوبوها سهلة بزاف، اللي هي الغشاء ديال المخدة بالنسبة للناس المبتدئين في الخياطة في حالي او باغيين يبداو هاد الهواية هذه ديال الخياطة. نبداو الفيديو ان شاء الله. عندا معكم من الاول ديال النهار كيف ما كتشوفوا صوبت شويه ديال الكريب، كلشي كيعرف يصوب الكريب، فما سجلتش الجزء الاول. بالنسبه للطريقه اللي باغي الوصفه ديال الكريب غنخليها لكم في رابط في صندوق الوصف الا بغيتوها. انا الطريقه اللي كنعمل اللي كتجيني سهله هي كنطرب البيض، الفاني، شويه ديال الملحه مع شويه ديال الطحين، الزيت. كنزيد تقريبا 3 ديال البيضات مع شي نص كاس ديال الطحين، وكنطربهم مزيان مزيان، وعاد كنضيف الحليب. هكذا ما كنستعمل لا خلاط يدوي لا ميكسور لا حتى شي حاجه، غير بيدي. المهم المقادير ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديال الكريب صندوق الوصف الناس اللي باغيين يجربوها. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، كنعمل شويه ديال الزبده قبل ما نخوي هاد العجينه ديال الكريب. ملي كتقبض راسها كنزيد واحد الطريف صغير فحال هكذا باش كيعطيه واحد الطعم زوين، وايضا كيعطيه واحد التحميره زوينه. صافي، غادي نقلب الكريب فحال هكذا وغنكمل بنفس الطريقه. هادو غير فكره بالنسبه للناس اللي باغين شي فكره شنو يوجدوا الفطور اولا الكوتي. صافي، انا غنكمل الطياب ديال الكريب كامل. غنخلي هذيك الكميه اللي غادي ناكلو اليوم والباقي غنخليه في الثلاجه حتى الغدا ولا حتى الصباح. المهم هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم. كنصب شويه ديال البلبوله ديال الشعير، زدت عليها شويه الفواكه، طيبت البيض ومطيشه والزيتون والكريب مع الكونفيتير، وهذا هو الحقيقه الكوتي ديالنا. غنمشي معكم للموضوع ديال الخياطه. بالنسبه للناس اللي مهتمين بالخياطه، كنقول لكم الماكينات الجداد اللي كيتباعوا دابا راهم ساهلين بزاف في الاستعمال، لان فيهم كل شيء مرسوم في الماكينه. ايضا ممكن تمشيو اليوتيوب تكتبوا الاسم ديال الماكينه ديالكم، اكيد غتكون هذاك اللي كيصنع الماكينه، خصوصا اذا كانت سينجر ولا برادر ولا شي ماركه معروفه، راهم كيحطوا فيديوهات في اليوتيوب كيفاش تستعمل الماكينه. يعني الطريقه هي اصلا هاد الماكينات اللي كاينين دابا راهم ساهلين بزاف بزاف في الاستعمال، وما عندك مش تخاف، يعني غير قول بسم الله وبدا وتبع هذاك الكتاب اللي كيكون مع الماكينه. الا شريتي ماكينه مستعمله، قول لهذاك الانسان اللي باعها لك يوريك كيفاش كتخدمها وتجاوب لك على الاسئله، كتخدميها حداها باش تعرفي كيفاش كتخدم. انا غنصاوب معكم اليوم واحد الغشاء ديال المخده بطريقه زوينه بزاف، ما كيتشنتفش. يعني ملي كنصبنوه وخنصبنوه 10 ديال المرات 20 المره ما كيوقع له حتى شي حاجه، ما كيتشنتفش من داخل لان الخياطه كامله كتبقى لداخل. المهم انا غنشارك معكم هذه الطريقه هذه لانها سهله بزاف بالنسبه للمبتدئات في حالي. غناخد طرف ديال الثوب، من الاحسن يكون يا اما لولا ولا القطن. انا عندي هنايا واحد الليزار كان كبير، غنصوب به مخدات الدراري، يعني مخدات صغار وجوج مخدات كبار. اول حاجه كناخذوا القياس ديال المخده اللي غنصبوا لها الغشاء، كناخذوا العرض والطول، كنزيدوا واحد 4 ديال السنتيم في العرض و4 ديال وتقريبا واحد 8 ولا 10 ديال السنتيم في الطول، لاننا غادي نطويو هاد المخدات هادو في النهايه ديالهم. اول حاجه كنقادو الثوب ديالنا مزيان، الا كان هوج ولا التقطيعه ديالو عوجه كنحيدو هذوك الطروفه اللي عوجين. كناخذو القياس ديالنا كنزيدو عليه كيف ما قلت لكم 4 ديال السنتيم في العرض وشي 10 ديال السنتيم في العرض هي هذيك دخت
بالنسبه لهاد المخدات هادو، الطريقه ديال الخياطه ديالهم، غناخد الثوب غنحطو هكذا يعني الوجه ديالو على برا بحال اللي كتشوفوا هنا، غنخيط جوج ديال الجهات من هكذا من الوجه ديالهم. هاد الطريقه هادي كيقولوا لها فرنش سيم. غنخيط جوج المخدات الكبار ليا لان انا عندي مخدات كبار، وغنخيط جوج الدراري. بالنسبه للماكينه ديالي هي هادي، كيف ما قلت لكم راه كل شيء مرسوم في الماكينه، يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه، يعني كيفاش غتدخل الخيط، فين غادي تديه، فيه الارقام، فيها الارقام 1 2 3 الى اخره، يعني غتبع غير الاسهم والارقام. وداكشي راه ساهل بزاف لانني انا اصلا تعلمت غير بوحديتي، حتى شي واحد ما علمني. بالنسبه للخياطه راه كيكون فيها جوج ديال الخيوط، واحد كيكون لتحت اللي كتكون هذيك اللعيبه ديال البلاستيك كنحطوها في هذه البلاصه هذه، ولا كل ماكينه كيفاش عامله، والخيط اللي كيكون الفوق كنحطوه هنايا. اول حاجه غادي نعملوها هي هذيك اللعيبه ديال البلاستيك او البابين، غنعمروها بالخيط باش نحطوها تما، حيت هي اللي كتدخل الخيط من التحت، وهذاك الخيط اللي كيكون هنايا من الفوق كيكون من الفوق. بالنسبه للتنشن او لا تنشن، هي كيفاش الخيط كيتزير، الماكينه كتزير الخيط على حسب السمك ديال الثوب. الا كان الثوب غليظ او لا رقيق، يعني هذاك التنشن نورمالمون انا كنخليها على 3، ما كنبدلهاش الا الا كان الثوب رقيق بزاف او لا غليظ بزاف عاد نبدلوها. بالنسبه للماكينه ديالي انا اوتوماتيك، كنختار هنايا عاده كنستعمل رقم 1 لانه هو اللي كيتمشى مع ليبرا، والطول ديال الغرزه هنا عملت 3 مليمتر. اول حاجه غادي نعمل بها هي غنعمر الخيط في هذيك البابين او هذيك اللعيبه ديال البلاستيك، ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه. راه كل شيء مرسوم في الماكينه، يعني انا غير كنتبع شنو مرسوم في الماكينه، كنتبع الاسهم كيف ما كتشوفوا تما. غندوز الخيط من تما من داكشي اللي مرسوم، غنقبط هذيك اللعيبه ديال البلاستيك وغادي نوي عليها الخيط واحد المره، غنخشيها في هذيك البلاصه اللي الفوق اللي هي اصلا معموله لهاد العمليه هذه. يعني واخا انا راه شحال هادي وانا كنخيط، يعني هادشي اللي ساهل ما كنخيطش شي حاجه صعيبه، بقى شي بعض المرات كندوخ اولا كننسى. المهم غنحط هذيك البوبين في هاد البلاصه وكندفعوها لليمين، ملي كدفعها لليمين البرنامج ديال الماكينه الخياطه اوتوماتيكمون كيتبدل، كيعرف انه غادي يعمر هذيك البوبين. السرعه كنديروا السرعه متوسطه، صافي ها هي عمرات. كل ماكينه وكيفاش كيفاش الطريقه ديال التعبئه ديال هاد البابين هادي. بالنسبه لهاد الماكينه هادي انا كنتبع غير الرسم اللي هو يعني راه مرسوم تما شنو خصني نعمل، كنسد عليها وصافي راه واجده. المهم انا هنايا ماشي كنوريكم يعني توتوريال كيفاش تستعملوا هاد الماكينه هادي، غير كنقول لكم ان طريقه استعمال الماكينه راه سهله بزاف، خصوصا هاد الماكينات هادو جداد راه كلشي مرسوم فيهم، يعني غير تبعوا الخيط وسيروا بشويه بشويه، يعني ما ديروش سرعه كثيره باش ما يتقطع لكمش الخيط الا كنتوا باقين يلاه بديتوا بشويه، والماكينه راه ما عنده ما يوقع لها، خصوصا الا كانت جديده عندها الكارانتي، يعني نتوما ماشي غتهرسوها ولا غتطيحوها، راه غير كتعلموا ما عنده ما يوقع لها. صافي هنايا غنبدا نخيط في هاد المخدات هادو، غندوز يعني خط مستقيم من البدايه للنهايه جوج ديال المرات على الطول ديال المخده. بالنسبه للعرض اللي غادي نخيطوه غادي نصاوبو، غنوريكم كيفاش غادي نخيطو فيما بعد. ما نساوش اننا في البدايه ديال الخياطه نعاودو الخياطه جوج المرات، يعني كنرجعوا باللور، كنبداو الخياطه واحد تقريبا 1 سنتيم وكنرجعوا باللور 1 سنتيم وعاد كنكملوا باش ما كيتفتقش هذيك الخياطه، ما كتحلش وما كيتحلناش الخياطه ديالنا. صافي هنايا دوزت كيف ما كتشوفوا على جوج ديال الجهات بالطول، هذاك هذيك الطريف ديال الثوب اللي زايده نقطعو، نحاولوا اننا طبعا ما نقطعوش الخياطه باش ما تفتقلناش الخياطه ونضطروا اننا نعاودوها، غنقطع غير هذاك الشيء اللي زايد اللي بعيد على الخياطه.
هنا غنقلب الغشاء ديال المخده على الظهر ديالو او على الجزء اللي غادي يكون لداخل. غنقاد الخياطه مزيان مزيان. هنايا الا بغيتو هذا الغشاء هذا يجيكم مقاد مزيان، دوزوا عليه بالمصلوح، يعني هذاك الجهه اللي خيطناها صلحوها هكذا بالمصلوح باش ملي تخيطوها المره الثانيه تجيكم مقاده. بالنسبه لي انا ما غنستعملش المصلوح، غنستعمل غير يدي. غنحاول انني نقاد الخياطه مزيان مزيان فحال هكذا، ومن بعد غادي نرجع للماكينه غنخيط نفس الخياطه اللي خيط المره الاولى من الجهه ديال الثوب من الوجه ديالو، غنخيطها من الظهر ديالو. غندوز خط مستقيم من تما وخط مستقيم من هنا، بحيث ان الخياطه الاولى اللي دوزناها اولا هذوك الشناتف اللي كيكونوا خارجين غادي يدخلوا لداخل. حنا عارفين ان الغشاوات ديال المخاد راه كيتصبنوا بزاف بزاف بزاف، يعني خصهم ضروري هاد الخياطه هادي باش اي طرف ديال الثوب، يعني هذاك الرو ايدج او هذاك الطرف اللي ما كيكون ما مصاوبش ما مخيطش كيبقى لداخل ما كيتشنتفش وما كتحلناش الغشاء ديال المخده، ما كيتحلش مع كثره التصبين. هنايا غادي نخيط نفس الخط المستقيم كيف ما قلت لكم من الظهر ديال الغشاء ديال المخده، وما نساوش اننا في الاول وفي الاخير ديال الخط نرجعو اللور واحد سنتيم باش ما تفتقناش الخياطه. صافي هنايا خيطت من جوج ديال الجهات الخياطه اولا هذاك الرو ايدج اللي فيه الخيوط والطرف، يعني النهايه ديال الثوب اللي كتكون مشنتفارها لداخل خيطناها لداخل بهذه الطريقه هذه. يعني صافي راه لداخل ما غاديش تشنتف وما غاديش تحل لنا. بالنسبه لهاد هنايا غير كنشوف الا باقي شي طريفات ديال الخيوط ولا هكذا شي حاجه خارجه كنقطعها. بالنسبه هنايا غير كنوريكم الخياطه كامله من الداخل كي كتجي، راه كتجي مسدوده، وهالطريقه هذه راه هي اللي كيخيطوا بها المخاد اللي كيتباعوا. انا كنفضل انني نخيطهم في الدار لانهم كيجيوني رخاصين. بالنسبه لهذاك النهايه ديال المخده اللي باقي الثوب اللي باقي الطرف ديال الثوب اللي فيه الخيوط يعني الرائج باقي باين، هذه الطريقه هذه هي اسهل طريقه اننا نخيطوه. كنطوي هذاك الادج او الطرف ديال الثوب لداخل واحد المره تقريبا على حسب الطول ديال الثوب ديالكم، ممكن تعملوا سنتيم جوج ديال السنتيم ربعة ديال السنتيم اللي بغيتو. انا عملت تقريبا هنايا واحد ربعة ديال السنتيم لان الثوب كان عندي طويل، ماشي ربعة ديال السنتيم تقريبا واحد السبعة، وغادي نطويه مره ثانيه هكذا. هذاك الادج او هذاك الطرف ديال الثوب اللي كان على برا اللي ما مخيطش غنخيطوه حتى هو لداخل، وما غاديش يبقى باين لا من داخل ديال الغشاء ديال المخده لا من الخارج. بالنسبه للخياطه غادي نديها للماكينه، غادي نحيد هذاك الطرف لان الماكينه ديالي كيتحيد من هذاك الطرف. هنا الا بغيت نخيط شي حاجه مدوره يعني فحال هكا الغشاء ديال المخده كنحيد هذاك الطرف باش كندور هذا الغشاء هذا، كنبقى كنخيط وهو كيدور بلا ما وكيسهل عليا هذا يعني ممكن انا نخيط بلا ما نحيد هذاك الطرف، ولكن هكذا كيسهل العمليه ديال الخياطه. اول حاجه غادي نخيط طبعا نطوينا هذاك الطرف ديال الثوب لداخل، عنده الطرف يعني الجزء اللي كيكون في نهايه الغشاء ديال المخده والجزء اللي كيكون شويه بعيد. غنبدا بالخياطه بالجزء اللي كيكون شويه بعيد، ما عرفتش واش فهمتوني. المهم راها باين من الفيديو. غنحاول طبعا نخلي هذيك التنيه مقاده، الا بغيتوها تجيكم مقاده مزيان دوزوا عليها بالمصلوح او لقبطوها بالفنيتات، انا غنصاوبها غير بيدي. غندوز عليها بالماكينه فحال هكذا. ملي غادي نسالي غادي نخيط هذاك الجزء اللي كيكون في نهايه الغشاء ديال المخده حتى هو هكذا. ملي تصبن هذا الغشاء هذا ما يبقاش هذيك البلاصه مرونه وتكمش، كتبقى هكذا يعني مقاده. صافي غادي نخيط هذاك الجزء اللي قلت لكم في نهايه الغشاء ديال المخده. بالنسبه
الطول ديال الغرزة حاولوا انها تكون يعني متوسطة باش يجي المنظر ديالها زوين. انا كيف ما قلت لكم عملت 3 ديال المليمتر. فغادي نكمل فحال هكذا كيف ما كتشوفوا الغشاء ديال المخدة كيدور بكل سهولة. صافي هنا ساليت الغشاء ديال المخدة كيف ما كتشوفوا طريقة سهلة بزاف وكتقام عليكم يعني رخيصة. انا ملي كنمشي نشريهم كنلقاهم تقريبا كيتباعوا ب8 ديال الاورو الجوج ولا معت الوحدة. المهم انا مش حالة دي مبقيتش كنشريهم. ملي كيكون عندي هكذا شي صابانة اولا شي ايزار مستعمل كنصاوب به مخدات كيتقام عليا ارخص. اولا الا مشيت فحال هكذا الايكيا كنشوف هذيك الجهة اللي كيكون فيها الحاجات اللي فحال ما بقاوش كيبيعوهم كيبيعوا بزاف ديال ايزور اولا الغشاوات اولا هكذا توابات كيكونوا ديال الكويت كنصاوب بهم فحال هكذا غشاوات ديال المخاد كيف ما كتشوفوا طريقه سهله. وهذاك الرو ايدج ديال التوب كله هذاك هذاك النهايه ديال التوب اللي كتكون يعني فيها الخيوط بزاف وكتفتق راها كلها بهذه الخياطه هذه بهذه الطريقه هذه كتجي لداخل ما كتبانش نهائيا. صبنوه انا يعني فايت مخيطه بشحال من مره بهذه الطريقه هذه. كنصبن الغشاء ديال المخده حتى ل20 مره ما كتوقع له حتى شي حاجه كيبقى مزيان. هنايا غادي نوريكم النتيجه النهائيه من بعد ما صبت المخده. هنايا بنفس الطريقه غنخيط باقي التوابات اللي عندي كيف ما قلت لكم جوج مخدات كبار وجوج صغار بنفس الطريقه وطريقه سهله بزاف. اي واحد ممكن يعني يجرب هذه الطريقه هذه خصوصا المبتدئات ولا باقيين يعني خايفين من الخياطه راها يعني ما فيها يعني حاجه سهله بزاف بزاف. الا كنتو كتعجبكم الخياطه وباغيين يعني تتعملوا هذه الهوايه هذه غير زعما راه ما فيها يعني حتى شي حاجه اللي تخافوا منها. هنا غير كنوريكم النتيجه ديال المخدات الكبار اللي خيطت. هذه هي ديك التنيه اللي صوبناها في الاخير. الخياطه الداخل راها كتكون مسدوده يعني ما كتبان ما كيبانش هذاك الثوب اللي كيكون ما عرفتش شنو سميتو هذاك الرائج ما كيبقاش يبان. صافي انا بالنسبه للثوب راه مصبن صبنته قبل ما نخيطو. غنطوي المخدات ديالي وغادي ممكن تصلحوهم الا بغيتو تصلحوهم انا غندوز عليهم غير بيدي وصافي. هادو هما المخدات ديالنا. بالنسبه للعشاء اليوم غنصاوبو واحد السندويتشات خفافين ظرافين غنصاوبو حتى الخبز ديالهم حتى هو ساهل بزاف. بالنسبه للعجينه عملت هنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال السكر وغادي نزيد شويه ديال الحليب تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب غير اللي يذوب فيه الخميره مع السكر. غادي نخلط بمعلقه ونخليهم حتى يبداو تبدا ديك الخميره يعني تخدم وتفاعل مع هذاك السكر. غنضيف 3 ديال المعالق صغار ديال زيت الزيتون وغادي نضيف تقريبا نقول واحد زلافه متوسطه ديال الطحين جوج زلايف متوسطين ديال الطحين الابيض وزلافه متوسطه ديال الفينو. حقيقة انا ملي كنكون كنعجن كندير غير مقادير يعني هكذا غير تقديريه ما كنديرش داكشي بالضبط ما كنستعملش الميزان. كنقول يعني المهم هو الطريقه وان نعرفوا القوام ديال الخبز في الاخير كيفاش غادي يجي. هنايا ضفت معلقه صغيره ديال الملحه وغادي نبدا نشعل الماكينه ونخليها تعجن وانا كنضيف الحليب دافي. هاد العجينه هادي غنعجنوها بالحليب. ممكن انكم تستعملوا نيدو الا بغيتوا يعني تخلطوه مع الماء وتجنوا به. من بعد ما تعجنات العجينه تقريبا واحد 3 ديال الدقائق غنضيف معلقه كبيره ديال الزبده وغنخليها تعجن واحد 2 دقائق حتى تندمج ديك الزبده مع العجينه. هذا هو القوام ديال الخبز خصو يكون كيتل يعني يكون خفيف. هنايا غادي نجمعو على شكل بول وغندهنو بشويه ديال الزيت غادي نغطيه ونخليه يخمر تقريبا واحد 45 دقيقه حتى يبان لي ضعف الحجم ديالو عاد غنبدا نشكل فيه. من بعد ما غادي يخمر هذا الخبز هذا تقريبا 45 دقيقه
غادي نخرج منه الهواء اللي كيكون تكون فيه من الخميرة اللي كتكون يعني تفاعلات وبدات كتخدم. غادي نقاد العجينة على شكل كرة غير باش نزيد نخرج منها الهواء اللي كيكون تكون فيها. من بعد غناخذ الميزان وغنبدا نحسب تقريبا 120 غرام، ما بين 100 و 120 غرام ديال الكرات ديال العجين. راه عندي الميزان حدايا، كان غير بغيتهم يجيو تقريبا فحال فحال يعني نفس الحجم، ما بغيتش وحده تكون كبيره وحده صغيره. من بعد ما قسمت العجينه غناخذها غنشكلها على شكل كره، يعني باش نعطيها واحد السطح ديالها يكون رطب باش تجينا الخبيزه مقاده. من بعد غناخذ الكره وغنحطها فحال هكذا، غنعمل يدي فحال الا غنهز شي حاجه في يدي، وكنرسم بهذاك الكف ديال يدي واحد صفر او لا دائره، هكذا كنحصلوا على دائره يعني كتكون مقاده، خصوصا الا كانت العجينه كتلصق ما كتعذبناش هذه الطريقه هذه. وطبعا كنستعين بشويه ديال الطحين فوق سطح العمل لان العجينه راها خفيفه شويه، ماشي شويه راها خفيفه يعني كتلصق. غنكرر نفس العمليه بالنسبه للقطع ديال العجين كامله، غنغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد جوج دقائق، ومن بعد غنبدا نقاد في الخبيزات ديالي. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو غنرش شويه ديال الطحين فوق سطح العمل وبالمدلك غنبقى نقادهم. نحاول انني ما نرققهمش بزاف، نخليهم تقريبا السمك ديال واحد سنتيم باش ما يجيوش رقاق بزاف. ملي كنصوبهم رقاق بزاف لان الفران ديال الدار راه ما كيكونش سخون، خا نسخنوه لاعلى درجه ما كيسخنش بزاف، يعني كياخذ هذا الخبز وقت انه يطيب. الا بقى بزاف وهو رقيق راه كيجينا قاصح وكيتحرق في الفران، اولا كيجي قاصح بزاف كيجي يابس. فنصوبهم شويه غلاظين، غنصوبهم هنايا استفتهم في اللاطه ديال الفران اللي فرشت له ورق الطبخ الطبخ، وغنخليهم يخمروا حتى يعني ضعف الحجم ديالهم، يوليو تقريبا واحد سنتيم ونص لجوج ديال السنتيم في السمك. الفران سخنته على درجه حراره 200 210 حتى 250، مهم يسخن مزيان مزيان. ندخل له هاد الخبيزات هادو ونسد عليه، راهم كيتنفخوا وكيتحمروا لانهم عجناهم بالحليب وصوبنا فيهم طريف ديال الزبده، راهم كيتحمروا دغيا دغيا. من بعد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق الى 15 دقيقه، المهم حنا كنراقبوهم يبانوا لنا تحمروا مزيان، صافي نخرجوهم من الفران. هنايا غنخليهم يبردوا واحد شويه، غنغطيهم ونخليهم يبردوا، عاد نبداو نقادو في الساندويتشات ديالنا. بالنسبه للفريت الطريقه ديال دائما قشرت الفريت وقطعته وغنسلقو في الماء، ماشي غنسلقو، غنعملو يغلى في الماء تقريبا واحد جوج دقائق يطلع فيه الغليه، تحيد منو هذاك النشا ديالو، غنصفيه نخليه يبرد، غنزيد له شويه ديال المايزينه والملحه وغادي نقليه عادي. بالنسبه للساندويتشات ديالنا عندي هنا الخس، مطيشه، الخيزو، الكورنيشون، الخيار، البصله، الطون، الخس، شويه القزبر المعدنوس، الزيتون. بالنسبه للطريقه ديال هنايا غنقسم معكم هاد الخبيزات هادو غير باش راهم كيجيو رطبين، واخا هنايا راه بردو كيف ما كتشوفوا، راه لانني كنت خرجت مشيت سخرت، مشيت غير للكراج جبت شي حوايج، المهم جيت جمعت شي حوايج في الدار، يعني كانوا بردو راهم باقيين سخونين وكيجيو، واخا يعني فيهم البضعه شويه لداخل راهم كيجيو محلولين من الداخل. فغنحلهم كاملين بالموز، انا ما صوبت شي كميه كثيره لان من الاحسن اننا بالنسبه لي انا من الاحسن اننا الخبز تكون طريه. غندهن بشويه ديال الهريسه، ممكن تعملوا المايونيز، الكاتشوب، مايونيز مخلط مع الكاتشوب، شي صلصه كتعجبكم اللي بغيتو، المهم انا غنصاوب على الطريقه ديال التونسيين. صبت شويه ديال الهريسه، الخس، الخيار، البصله، الكورنيشون، غنعمل شويه ديال المايونيز، غادي نخلط غير بمعلقه هكذا في وسط الساندويتش، وغنزيد الطون ومطيشه وشويه ديال الزيتون
والساندويتش ديالنا راه واجد، يعني كيجي لذيذ بزاف ويصلح لهاد يعني الحراره والصيف، ويعني الا بغينا نبدلو شويه من الكفته من الدجاج الى اخره. غنزيد شويه ديال البطاطا من الفوق. غنقدم معكم واحد ساندويتش واحد اخر، غنعمل شويه ديال الهريسه الخاص طبعا، خيزو او الجزر، البصله، الخيار، الكورنيشون. من بعد غادي نعمل هنا عملت شويه ديال الزيتون، غنعمل الطون من الفوق، فوق منه مطيشه. هنا عملت المايونيز، غنعمل فوق منه عفوا الطون، المهم الفيديو راه واضح، الزيتون والبطاطا. هادو هما الساندويتشات ديالنا من بعد ما وجدو وعمرناهم، كيجيو لذادين. انا في الحقيقه كيعجبوني هادو، احسن من اللحم، احسن من الدجاج، احسن من الكفته، وكيصلحوا لهاد الجو هذا. ومع انا كيعجبني نعجن ونصاوب الخبز، يعني وتاتني هاد الوصفه هادي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ونتلاقاو قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.